صباح الخير. الصباح هذا اسكو السبعه ديال الصباح هذه سيدي حي الغرب سيدي حي انا كنت كنجي ليه بنيك صغير فيها عمي هنا الله يرحمو مراتو ولا عمي راه باقي بزاف عمي راه باقي غادي نوريكم الدار ان شاء الله هادشي راه تبدل هادشي راه خليتو اخاوي هاد القهاوي اللي كتشوفو المغرب كله تبدل شتي هاد الدار البيضاء هادي دار بيتيت هادي اللي كتشوفوها دار بيتيت الصباح هذا يوم تكون يوم ثلاثة كلهم يوم ثلاثة غادي يكون السوق إلا عندنا شي وقت إلا كشي يمشي يشوف السوق ثلاثة كيعمر السوق زوين زوين سيدي حي الغرب من هنا هذيك الطريق اللي كتشوفو بعيدة كتدي سيدي سليمان سيدي قاسم الناس تبارك الله البارابولات تبنى هادشي تبنى هادشي ايه ودي سيدي حي انا اخاوي راح نمشيو هنا طالع الكارل مع البيض والدجاج انا الشمس يا السلام عليكم شكون انت سيدي من سيدي يحيى يا اش كتعرف على هاد النواحي اللي كانوا هنا تعقل عليهم عقل الديور ديال لا سيتي لا سيتي اي وانا ما عندي ما سعد ايوا كي دار هاد الدنيا هادي كيف تبنات سيدي يحيى مزيان مزيان كبرات كبرات وانتوما سيدي فين ساكنين فين ساكنين انا ساكن في العروبيه في العروبيه فين فين في العروبيه شويه ناحيه خميسات جيت خميسات؟ شحال بعيده من الخميسات معنا هنا؟ شي 97 كيلومتر من الخميسات 97 كيلومتر وهذه كديرها يوميا؟ لا سيمانه مسكين كتعيش تما في الخميسات ولا كدير؟ لا كنجي عاد سيمانه كنجي يا يوميا كتجي لا؟ لا لا سيمانة سيمانة اليوم اش من اليوم بعد اليوم ثلاث الاربعاء اليوم الاربعاء كاين السوق؟ كاين السوق ديال تيفلت الاربعاء ديال تيفلت الاربعاء ديال تيفلت وها السوق سيدي حي انت يا عمر ثلاث 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 باقي كيعمر في البلاصه ديالو ولا حولوه؟ لا حولوه الفوق حولوه؟ اييه هو كيعجبك سيدي حي كيعجبك سيدي حي ولا خميس؟ مزيان لاباس سيدي حي كتعجبني ياك وسيدي ما عندي ما سات شكرا 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 بلاش انا فاش جا عندي واحد من البوليس ديال السيده قال لي واش كتصور راه خدا لي كامل شتي راه خدا لي كامل وانا ما عرفتش شنو يدير انتما غاتشوفوا الاخر الشاف ديالو ولا ما عرفتش شنو بقى يجي الطوموبيل راه كيكلاكسون هذا اللي كيقول لي ما تصور كيقول لي ما تصور ها هو انا ما عرفتش شكون اللي عطاهم قرار باش يمنعوا الناس من التصوير عيب الله اش من قانون هذا كيمنعك باش ما تصورش الزرقاء او ما تصورش الشارع او ما تصورش المدينه او ما تصورش هاد الناس هادو اللي قال لي بول الفيس كيقفز هاد الناس هادو كاينه شي حاجه كاين شي مشكل تما كاينه شي حاجه لانه
قالوا لي ممنوع تصور، قلت لهم كتبوها في المدينه، كتبوها في الدخله ديال المدينه، وديروا واحد لافيش كبير، ديروا واحد لاباري كبيره ممنوع، ديروا عليها كروه. انا كنصور، عندي الحق نصور. لي زاباري كيتباعوا؟ علاش كيتباعوا لي زاباري؟ حيدوا منعوا لي زاباري من الفيترينات ومن الحوانت، عندي الحق نصور. ورغم ان داك الشيء مشيت معاهم وسجلوني في الكمبيوتر، ها عندك هذا خينا هذا، وداك خينا اللي شفتو في الطوموبيل راه محيط الكاسكيت، هادو بجوج هما اللي وقفوني، هما اللي شدوني هذاك النهار.